رفس الخيل خطير جدا. الضيف حط ايده على بطن الفرس، ضربت على طول، وانا كنت الضحية. ضربة في الدماغ، ولكن الحمد لله ربنا نجاني. تعالوا نشوف مع بعض اخطر رفصات تم تسجيلها على الفيديو. حصان لما حس بالنار رفصه، وده حصان بري ما تركبش قبل كده. صاحبه جاي يكسر ظهره، الحصان كسر له ظهره. نسيت اقول لكم ان النار كانت عشان يختم الحصان بالسلالة بتاعته، ودي اخطر حاجة ممكن تعملها، انك تيجي للحصان من ظهره. واللي بيصور قاعد يقول له ابعد ابعد، والطفل مصر يروح. للأسف انا خدت واحدة زي دي قبل كده، ولكن في بطني، وفعلا طرت في الهوا شوية. قعدت بعدها في المستشفى يومين. وهنا الكلب الغلبان ده خد واحدة في دماغه. رفسة الحصان ممكن تموت أسد. هو كائن أسطوري قوته لا مثيل لها، عشان كده لازم يكون عندنا حذر. الراجل ده أنا مش عارف إيه اللي نزله وسط الخيل، ولكن خد واحدة في دماغه زي ما انت شايفين كده، وطبعا نزل نزلة غريبة، والحصان رحمه مرضاش يكمل عليه. أما ده بقى فابو العريف، فاهم إن هو يعني مسيطر، وطلع الحقيقة مش فاهم حاجة خالص. مع السلامة. أما المصور ده فمركز جامد جدا في كل حاجة إلا الحصان اللي جنبه. ضربة فنية محكمة، الأكيد إن هي هتخليه يركز بعد كده لما يكون جنب الخيل. أما ده بقى فشكله إنسان سكران وتافه، وخد دبل كيك، ضربة مزدوجة، مش عارف ده عايش ولا ميت الحقيقة. أتمنى يكون عايش ويكون اتعلم من غلطه. مع السلامة. اللي يقلل من احترام الخيل أو يهنها بيكون ده عقابه. وهنا طبعا مسابقات السيطرة على الخيل البرية، وهو نجح إن هو يطلع فوق ظهر الحصان، وافتكر الموضوع انتهى، ولكن مع السلامة برضه. بعد ما الحصان وقعها عنفته جامد، كانت داخلة عليه عشان تتخانق معاه، خاف منها وادها رد فعل سريع، ضربة محكمة في الوجه. لما تتعامل مع الخيل لازم تركز ولازم تحترمها. اترفضت 3 مرات في حياتي وتعلمت من أخطائي. مرة فيهم كنت عملت الحصان عملية خطيرة ونجحت، وبعدين بطبطب عليه من ورا طيرني. مهما كانت الظروف لازم ناخد حذرنا لما نكون جنب النص الخلفي بتاع الحصان. وهنا طبعا ده كلب بيتبل شاف الحصان ده ودخل عليه، قعد ينكش فيه ويعض فيه، ومع السلامة. شايفين طياره ازاي؟ طياره بتاع 15 متر، ولكن الكلب الحمد لله سليم. وهنا بقى ده زعيم القطيع، التمساح ده دخل على القطيع بتاعهم والفحل قرر يتصدله، اداله رفصة هنا اظن ان هي اذته جامد، والتمساح قرر ينتقم، ولكن على مين؟ ما قدرش بالفك بتاعه الجامد ان هو يسيطر على قوة الحصان. الفحول مش هزار. وتعالوا نشوف الفحل ده بيواجه تور، وشوفوا مين هينتصر. التور طبعا انتوا عارفين انه عصبي جدا وبيحب يتحدى اللي قدامه، وقرونه خطيرة، ولكن زي ما قلتلكوا بعض الفحول شخصيتها أقوى من الأسود. بص بقى على المواجهة، اتفرج واستمتع، شوف قوة الخيل، وقول سبحان الله. طبعا بنقيس قوة كل حاجة في الدنيا بالحصان. التور هنا افتكر ان هو انتصر، ولكن الفحل ده شجاع جدا، ودي سمات الخيل، قعد يجري وراه ورجع له تاني لغاية اما الطور استسلم، قال له انا مش قدك، ودخل الحظيرة بتاعته. الحصان هو سيد الحيوانات، وهو مخلوق اسطوري له هيبة وشموخ وعزة نفس وقوة. القرب منه متعة، ولكن مش في حالة الديك ده. مع السلامة. التعامل مع الخيل له أصول، خلوا بالكم. أشوفكم على ألف خير.